اما الكذب اللي بيقولوا الاخوان المسلمين في التويتر عرفته وبينشروه في اليوتيوب وبيقولوا وقفوهم لانه الناس دي بس دعوا بالخير للمسلمين في البلدان الفلانية والفلانية ده كذب. اول حاجة امسك سلمان العودة ده منهجه منهج زي منهج الترابي واحد الترابي في السودان وسلمان العودة ترابي خليجي. سلمان العودة شوف منهج الزول ده باطل كيف. الزول ده عنده اشياء غريبة جدا جدا وخارجة عن الدين اطلاقا. عنده ملتقى اسمه ملتقى النهضة ده سلمان العودة وده كله موثق موجود تشاهده بنفسك. قال اول حاجة الملتقى بتاع النهضة جاء فيه بنات واولاد قاعدين في طرابيز كلهم وهو محشور قاعد في نصهم. سلمان العودة الدكتور سلمان العودة محشور قاعد في نصهم يده الميكروفون للبيت. والله نحن نطالب بنهضة المرأة وحرية المرأة من هذه الغيوط. أحسنت يا بنيتي زي السرقة دور يده الثاني برضه تتكلم. أحسنت يا شوشو يده الثالثة ويده الولد العاطل اختلاط وإجرام قاعدين مع بعض ده واحد. سلمان العودة وتحرير المرأة. لكن العودة بدأ يتنكب هذا النهج في هذه المسألة فأصبح من دعاة تحرير المرأة وذلك حينما قام بالإشراف والرعاية لملتقى النهضة الشبابي المختلط بين البنين والبنات وهو الملتقى الأول الذي كان في قطر. أنا قلت له نريد أن يكون الدور للشباب والبنات يتحدثونهم ويتناقشونهم ونحن نستمع وقد نعقب مثل غيرنا. إذا كان عندنا أنه إحنا نعلم أنه سنصل للنهضة إن شاء الله يعني بإذن الله بس ونعرف أنه الكلام في النهضة هو مهم وهو الأهم بس ماذا إن كان بإمكاننا أن نسرع عملية النهضة؟ اثنين المؤتمر بتاع النهضة ده ذاته الفاشل اللي هو المؤسس والرئيس بتاعه سلمان العودة والمخترع والمبتدع بتاعه سلمان العودة جاي فيه واحد اسمه دكتور عزمي بشارة قال لي خاطب البنات المسلمات ديل والأولاد المسلمين المختلطين ديل. عزمي بشارة ده شنو؟ ده كافر نصراني كافر نصراني والله الذي لا إله غيره. جابوا سلمان العودة عشان يعلم الأولاد والبنات المسلمين المسلمات المختلطين ديل يعلمهم الباطل والعلمانية والنصرانية ويعلمهم الخروج قال على الحكومة السعودية زي ما موجود في الفيديو عرفوهم ذاته. حتى طب انا اصلا كنت احلم اجلس مع 100 شاب من السعوديه يعني حتى طب انا اصلا كنت احلم اجلس مع 100 شاب من السعوديه السلام عليكم. ضياء يوسف من السعوديه السلام عليكم. عندي سؤال بالنسبه للمجتمع المدني اخوكم محمد بن عبد الباقي المبارك محمد المبارك بالنسبة للمجتمع المدني عندما يعني نقرأ عن ونسمع عن المجتمع المدني يعني إنه بعد الإطاحة بالنظام يفهم الثوار إنه ما انتهت مهمتهم إنه الآن تبدأ الثورة الثانية وهي مراقبة عملية التحول الديمقراطي إنه يكون فعلا تحول ديمقراطي. هذا بده درجات عالية من التنظيم. أنا ما بدي أحكي الآن على السعودية نفسها بس أنا واثق إنه أنا شايفه هو من هناك يعني. بعد ذاك سلمان العودة يمدح كتاب تحرير المرأة تحرير المرأة اللي هو كتاب كفري. قالوا المرأة تتحرر من الحجاب لأنه الدين الإسلامي قيد المرأة وظلمها فدعا صاحب الكتاب إلى تحرير المرأة من الحجاب ومن الإسلام. سلمان العودة قال كتاب تحرير المرأة كتاب قيم وعظيم إلى آخر معنى ما قال. وآخر طامات العودة بجانب الاختلاط مدحه وثناؤه لكتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة لعبد الحليم أبو شقة حيث يقول عن هذا الكتاب ومؤلفه إنه جاء ليرسخ الحالة الوسطية في قضية المرأة بقوة وبرهان بعيدا عن الغلو أو التطرف أو الابتذال. والجدير بالذكر أن كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة
يؤصل للانحرافات المعاصرة والاختلاط والتبرج والسفور باسم الدين. سلمان العودة يثني ويزور ويتعاون ويقبل الشيعي الرافضي حسن الصفار، ده شيعي رافضي يسب أم المؤمنين عائشة، يقول بتحريف القرآن، يسب ويكفر أبو بكر وعمر وعثمان. سلمان العودة مع الزولة. ولذلك احنا الشيعة اذا تشوفوا نكره ابو بكر وعمر وعثمان، كثير من الشباب يقولوا ايش لنا فيهم، صحابة الرسول وصاحبوا الرسول وماتوا اثنين. الواقع نحن نحقد عليهم ونبغضهم ولنعنهم، لانهم كانوا يعني بداية انحطاط الامة. سلمان العودة مع الجفري المشرك البليد، ذاك البليد سلمان العودة معاه، وده جاب لنا المشكلة. سلمان العودة معاه سوى مع الجفري، ويزور ويقبل الجفري ويسمع عليه وده يسمع عليه. سلمان العودة يدعو إلى الربيع السعودي، يعني الخروج على الحاكم. ربما تكون الشعوب العربية بحاجة إلى ثقافة الثورات لأنها ليست ذات خبرة. ما يسجنوك، ونحن كلام تردينا عليه قبل ما يسجنوك ذاته قبل سنوات. والله أنا فرحان 100% إنه أمثال هؤلاء دعاة الإخوانيين الله كشفهم، وربنا انتقم منهم عاجلا غير آجل، وصاروا مكشوفين لجميع المسلمين إلا الزول المغمض عينه وسادي اضنينه ما دار يعرفهم. سلمان العودة يدعو لشيعية في برنامج تلفزيوني، اتصلت فتاة قالت له أنا شيعية، واحد قال له ودعائي مستجاب، واحد قال لي ما أظن دعائك مستجاب لأنه دائم معناته ربنا ما بيحبك. سلمان العودة قال لا بالعكس، ده خير كثير وربنا يثبتك على دينك وإيمانك. والطامة الكبرى أخي الموحد أن الدكتور سلمان العودة اتصلت به إحدى الشيعيات من لبنان على برنامج الحياة كلمة، وذكرت له أنها شيعية وتستمع إلى برنامجه، فدعا لها بأن الله يثبتها على دينها. كاتيا من لبنان تفضلي. أنا بنت شيعية يعني مثل شيعية، بس مستمعة جيدة لكم، وما حسيت ولا يوم من الأيام أنه في تحيز ديني، أصل التوضيح وما في كثير. نشكر الأخت كاتيا على يعني وضوحها وصراحتها معنا ومع، وبالعكس هذا هو الشيء اللي احنا ندعو إليه ونتمناه. واعتقد انه هذا البرنامج ما هو خاص، ما هو مخصص لاحد، احنا يسعدنا. النقطه الثانيه هي قالت انه ان تدعو ربها، هي تلاحظ ان دعائها دائما مستجاب، لكن احدا قال لها ان معنى ذلك ان الله لا يحبك. بالعكس يعني ان شاء الله هذه علامه خير يعني، ويعني هذه عاجل بشرى المؤمن. واصلا هذه الثقه يعني انا دائما اقول كون الواحد يدعو ربه معناه انه يؤمن بالله وان الله سميع وان الله قدير وان الله رحيم، فالدعاء نفسه يعني معنى إيماني رائع نفسك. فإن شاء الله يعني هذه علامة إن شاء الله أن الله يعني أرجو أن الله يحبك وأن الله يزيدك إيمان ويزيدك ثبات، أن الله يزيدك إيمان ويزيدك ثبات. ده سلمان العودة عشان ما يغشوك الأخوان المسلمين الظلم، وقد سجنوا العلامة سلمان، وسلمان العلامة ده جابوا منه في السودان، جابوا عبد الحي يوسف صاحب قناة الطيبة وباقت قنوات أفريقيا، جابوا في قناة طيبة، وكان المذيع بتاع البرنامج هو عبد الحي، استضاف سلمان وهذا البرنامج نزلته كله في الموبايل لأنه قد يمسحوه مع التطورات الجديدة دي، نزلته أوردروب نزل أمسحه بعدها عبد الحي. ستكون هناك محاضرة جامعة في هذا المسجد بعنوان الشيخان، يلقيها العلامة الموسوعي والشيخ الجليل الدكتور سلمان العودة الذي قدم إلى هذه البلاد زائراً، ينبغي أن تهتبل الفرص معه وأن تلتقط الدرر منه، فإنه من قلائل غاصوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدونوا في علوم القرآن والسنة والفقه والأخلاق مؤلفات ماتعة جامعة، حري بنا أن نحرص على مجلسه
وأن نتنادى إلى سماع حديثه بعد مغرب هذا اليوم. أنت زول سلمان، أنت زول سلمان كده سافر السعودية؟ عمي شمش السعودية في الأيام ده مش. أنت زول سلمان والبرنامج نزلته ده موجود صورة وصوت. عبد الحي يوسف قال سلمان العودة العلامة، قال العلامة البسني على الرافضة، البسني على العلمانيين، البتعاون مع النصارى، ده العلامة عند سلمان العودة، ده علامة عند عبد الحي يوسف. الجماعة دي كلها واحدة. تاني بكرر لك للمرة الأخيرة، عبد الحي يوسف، محمد عبد الكريم، محمد الأمين إسماعيل، إسماعيل عثمان الماحي، دكتور خالد عبد اللطيف، مين ما عارف ليك من الحزبين الهنا، أطلع برا هناك، العودة، عايد القرن، عوض القرن، نبيل العوضي. وأظرف حاجة العريفي لما شاف الجماعة قبضوهم قام طلع تغريدة امبارح، لا قبل ثلاثة يوم، في التويتر، قال نسأل الله يحفظ الملك سلمان. والله الأخوان المسلمين ديل أنا ما لاقاني أجرم منهم وزول محتال أكثر من الأخوان المسلمين على وجه الأرض. مع إنه العريفي ذاته لما حصل زيادة مرتبات للسعودي قام اعترض على الملك عبد الله رحمه الله بأن تحسن الأنظمة التي تظلمهم، وأن تحسن هذه الأنظمة وأن يوضع شيء من الحق لهم. وأيضا لا يكفي فقط أن يعطى فقط الموظفون الرسميون السعوديون أن يعطوا بزيادة في الرواتب أو أن يعطوا مكافآت، فإن الرواتب إذا زيدت زاد على إثر ذلك بالطبيعي جدا، زاد على إثر ذلك المواد الغذائية وزادت غيرها من الأمور. ده ذاته، لكن الليلة شاب الشغلة كتمت. ها، والغريب إنه ديل قالوا ناس الجهاد. يا ناس ديل ناس الجهاد، زول يخاف من حاكم، يخاف من حاكم، ما يخاف من ربنا أحكم الحاكمين. ده بيجاهد أعداء الإسلام، هو من أعداء الإسلام. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والكلام عنده بغية، نواصل المرة الجاية.